السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زياد. المقطع راح انزله في لعبة فورتنايت. انا عرفت لعبة فورتنايت، شفتوا اللي عن برطور الالوان. يلا نبدأ. يلا اتسلق الدرج، يلا اسرع 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 اسرع. تشو 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 بوب بوم. هذا اسيبك منها قيادة. لا طاحت كلها. اسمع علينا نبدأ بكار. يلا واحد اثنين ثلاثة، رحنا الطريق الاخضر. ايه ذكرت ماينكرافت، هذه مرحلة بماينكرافت. ايه انعرفت مرحلة بماينكرافت. لا 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 تضغط اي شيء زيادة، اضغط اكس وبس. لا تضغط اي شيء زيادة، اضغط اكس وبس. خلاني اطير. نعرفت نروح للمكان الابيض. لا 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 يا ما انجز 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 انجز. يا الله رحت للمكان الاخير. شوفوا الحركات، خلصنا الابيض وراح روح للاصفر، المكان الاصفر. انا عرفت. لا 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 بس كنت اطيح راح اتذكر. لا رحت للمكان الأحمر، خلصنا الأصفر. ايوه خلص خلص خلص. هذا آخر مكان لون، مكان اللون الأزرق. يعني عرفته، خلصت اللون الأخير. ايش مكتوب؟ The end of parkour colors. ايه خلصناه. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك وشير سبسكرايب، اضغطوا على جرس التنبيه، أترككم كل جديد ومع السلامة.